آیه 16 این سوره ادامه خواهند داد. على منصة المسابقات في هذه اللحظة القارئ المشارك من ألبانيا حيدر كرسافي سيتلو ما تيسر له من آية الذكر المبارك المجيد من سورة النحل بدءا من الآية 13 وانتهاء بانتهاء الآية 16 فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.